جد، نحب ان احنا نطير سريعا ونذكر الساده المشاهدين ان احنا عندنا ديربي مدريدي من العيار الثقيل هيتلعب ان شاء الله باذن الله النهارده الساعه 5:15 بتوقيت القاهره ما بين عملاقين الكره الاسبانيه لا ليجا ريال مدريد واتلتيكو مدريد. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان احنا عندنا اتلتيكو مدريد في صداره الدوري الاسباني، طبعا كابتن جدو في صداره الدوري الاسباني اتلتيكو مدريد برصيد 58 نقطه، بينما الريال مدريد في المركز الثالث برصيد 53 نقطه فرق 5 نقاط. كابتن جدو شاف من وجهه نظرك المباراه هتبقى ماشيه ازاي، خصوصا ان في صراع من العير الثقيل وناري على اللقب هذا الموسم من كلا الفريقين؟ السلام عليكم. أحب أفكركم ريال مدريد من بعد كريستيانو رونالدو ما ساب الفريق ما بقاش ريال مدريد. صح الكلام مش يعني واحد يقول لك اه ده شال المدرب فلان جه والمدرب فلان راح، ماشي انا معاك في ده، تفرق مدرب عن مدرب اه، بس بمين؟ بالمجموعة اللي بتلعب معاه، بيبقى في كام واحد كده عليهم العين، دول لو اتسحبوا من الفريق الفريق شكرا. من ساعة ما مشي كريستيانو خلاص ريال مدريد ما بقاش ريال مدريد، وريال مدريد كالعادة بتاعته وبطبيعة الحال الماتش مش هيبقى مفتوح قوي، الماتش هيبقى فيه عصبية، والريال عايز يكسب طبعا بطبيعة الحال، وهيلجأ للاحتكاك القوي، وهيبقى فيه إصابات الماتش ده، وهيبقى فيه كروت زي ما أنا قلت. انما اللي الماتش بتاع اتلتيكو مدريد طيب كابتن مش جدو، هيفرط فيه. نذكر الساده المشاهدين بابرز نتائج مباريات اليوم اللي اتلعبت. طبعا الاهلي فيتا كلوب 2-2، الزمالك الترجي 3-1 للترجي التونسي، برشلونه اوساسونا في الليجا برشلونه كسبت بنتيجه 2-0، يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الايطالي يوفنتوس حافظ على المركز الثالث وكسب بنتيجه 3-1. النهارده بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند الديربي الالماني، البايرن كسب بنتيجة 4-2 ويحتل صدارة الدوري الألماني البوندس ليجا. دي كانت أبرز النهاردة النتائج في مباراة اليوم إن شاء الله بإذن الله. ديت كانت نهاية حلقتنا النهاردة، بشكرك جدا كابتن جد وبشكر السادة المشاهدين على حسن الاستماع، وإن شاء الله بإذن الله انتظروا كل ما هو جديد فيما هو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.